مشاهدي الكرام، حياكم الله في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح عدد من المشاريع التربوية ويعتمد 30% زيادة لمرتبات المتعاقدين في حفل تكريم المتفوقين. اجتماع موسع بمن المقلة لتحسين الوضع الأمني ومكافحة التهريب. الهلال الأحمر الإماراتي مسيرة للعطاء والتنمية شملت كافة قطاعات حضرموت. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من المشاريع التربوية والتعليمية ووضع حجر الأساس لبعض منها في مدينة المقلة. وبدأ محافظ حضرموت جولة التربوية والتعليمية بافتتاح مبنى الصحة المدرسية بالمحافظة التي تعتبر أول منشأة تربوية صحية على مستوى الجمهورية من حيث التجهيزات والكوادر وتقديم الخدمات الصحية للمعلمين والطلاب والتلاميذ. كما افتتح المحافظ معملين للحاسوب بمجمع فاطمة الناخبي للبنات وثانوية بن شهاب للبنين ووضع حجر الأساس لاستكمال بناء 36 فصلا مع ملحقاتها بمجمع ابن خلدون. هذا وقد كان المحافظ قد افتتح ووضع حجر الأساس قبل يوم أمس لعشرة مشاريع تربوية وتعليمية في مديريتي غيل بوزير والشحر. كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني التلاميذ والطلاب المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي والمميزين في مسابقات الأنشطة اللاصفية والمشاركين في المعرض 15 للوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية. جرى ذلك خلال حفل خطابي وفني نظمه مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت برعاية من محافظ المحافظة. وفي الحفل قال محافظ حضرموت بأن البيئة التعليمية أصبحت مهيئة لتحقيق نجاحات كبيرة التحصيل العلمي وتحقيق مراتب متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية. كما استعرض الإنجازات لتحققت المحافظة خلال العام الماضي في المجال الخدماتي والعسكري والأمني، مشيدا بمنحة الدعم السعودي للكهرباء ومبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية على كهل المواطنين، إلى جانب النجاحات العسكرية التي تحققت وتوسيع الانتشار العسكري، مؤكدا بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لن تكون بعيدة عن المواطنين وهمومهم وستكون على الدوام إلى جانبهم، وأن العام الجديد سيكون عاما لمزيد من المشاريع الجديدة. وزف المحافظ بشرى للمعلمين المتعاقدين باعتماد زيادة 30% من رواتبهم من اعتمادات السلطة المحلية بالمحافظة ابتداء من يناير الحالي. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بأنه قد تم تنفيذ الدورة النوعية الثالثة التخصصية التي اشترك فيها ما يقارب 5000 معلم متعاقد خضعوا للتدريب وإشراف ميداني وتوجيهي وفني. وأضاف الأستاذ عبدون بأن المنجزات التعليمية والتربوية في تزايد مستمر لتشمل جميع مديريات المحافظة بافتتاح مدارس جديدة ورياض أطفال وتأهيل البعض منها وتأثيثها بالأجهزة المكتبية وتحسين البيئة المدرسية. وشهدت الفعالية تقديم وسط غنائية من قبل طلاب مدرسة الجماهير ومشهد تمثيلي بعنوان سوق عكاظ من تقديم طلاب ثانوية المقلة النموذجية ومشهد تمثيلي لطلاب مدرسة النور للمكفوفين وروبورتاج عن الإنجازات التي تحققت في حقل التعليم خلال العام المنصرم. عقد اجتماع موسع ضم القيادة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت ومؤسسة موانئ البحر العربي ومكتب وزارة الخارجية وقيادة خفر السواحل وإدارات أمن وجمارك وجوازات مينا المقلة لمناقشة الآلية الجديدة للارتقاء بالوضع الأمني في المينا إلى جانب مكافحة تهريب البشر والبضائع من وإلى حضرموت. وأكد الاجتماع على ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة حضرموت خاصة والوطن بشكل عام، وتشديد الإجراءات الأمنية برا وبحرا لمكافحة التهريب بشتى أنواعه وغيرها من الاختلالات الأخرى، والتأكيد على ضرورة حمل الهوية والتصريح الرسمي للقادمين والمغادرين من وإلى حضرموت.
الهلال الأحمر الإماراتي يختتم عام زاهد بمشاريع تنموية وإنسانية وخدمية حظيت بها محافظة حضرموت في إطار أهدافها الإنسانية النبيلة للتخفيف من تبعات الحرب على عموم أبناء الوطن. المزيد في التقرير التالي لراصد لنا أبرز مساعدات دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني، نتابع. حظيت محافظة حضرموت خلال العام الماضي بالعديد من المساعدات الإغاثية والإنسانية في مختلف المجالات التنموية والخدمية المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني داخل الوطن، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. في عام زايد تنوعت المساعدات الإغاثية التي شملت معظم احتياجات المواطنين، حيث ساهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع ما يزيد على 30,000 سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 152,000 من الأسر المتضررة في حضرموت جراء ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية. وفي قطاع التعليم عملت الهيئة عبر فريقها في حضرموت بتوقيع عقود تأهيل وترميم عدد من المدارس التعليم الأساسي والثانوي، حيث شملت مدرسة بيضة بتريم والكوث في رماه وكذا مدرسة الزغفة بالشحر وغيرها الكثيرة، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في توزيع العديد من الحقائب الدراسية في عدد من مدارس المحافظة. لم يستثني الهلال أي قطاع دون آخر، بل شمل غيث زايد الخير كل القطاعات الخدمية. الصحة كان له نصيب وافر أيضا من الدعم الإماراتي بتوقيعها اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة مبنى أمراض السل والصدر بالمكلا، وتقديمها أدوية نوعية ومستلزمات طبية لمستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه، والعديد من المعدات الطبية الحديثة والمستلزمات الطبية وشحنات الأدوية لمراكز ومستشفيات المحافظة. وفي جانب المياه قامت الهيئة بتشغيل بئر ارتوازي في حقل وادي جبا بمديرية قف العوامر، وافتتاح شبكة مياه السوم والعصيبة وعصم بصحراء حضرموت، وافتتاح مشروع حفر وتوريد مضخات العظيبة بمديرية غيلبة وزير، وكذا افتتاح مشروع مياه بمنطقة العيق بمديرية الريدة وقصيعر الذي يعمل بالطاقة الشمسية. وفي مشروع مدينة الشيخ خليفة سكنية بمنطقة فوة لمتضررين كارثة عام 2008 قامت الهيئة بحفر بئري مياه للمدينة، وكذا زيارة وفد رفيع من الهيئة للمدينة السكنية، والتقت بمحافظ حضرموت الذي وجه بربط شبكة الداخلية للمجاري لمنازل المدينة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. كما زودت السلطة المحلية بناقلتي نفط من مادة الديزل لتشغيل المعدات الخاصة بفك الطرقات وإزالة مخلفات إعصار لبان، وكذلك إطلاق مشروع زفاف أكثر من 600 عريسا وعروس ضمن الأعراس الجماعية التي تكفلت بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت في إطار مساعدة الشباب وتيسير أمور الزواج لديهم. مشاريع تنموية وإنسانية وخدمية كانت حصيلة عطاءات الهلال الأحمر الإماراتي الشقيق في عام زايد الخير بمحافظة حضرموت في إطار هدفها الإنساني النبيل للتخفيف من تبعات الحرب على عموم أبناء الوطن. أكد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي خلال نزوله المباشر إلى مديرية أمن المكلا أن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه لا يحمل أي حزام ناسف بحسب ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف العميد التميمي أن قوات الأمن باشرت بإلقاء القبض على ذلك الشخص المشتبه به وإيداعه في سجن إدارة أمن المكلا، وأثناء التحقيق معه تبين أنه يعاني من حالة نفسية خاصة بعد التعرف عليه من قبل أقربائه، ووجه مدير الأمن بإحالته إلى مستشفى حضرموت ليتلقى العلاج. ونوه العميد التميمي بعدم الانجراف وراء تلك الشائعات، وأكد أن الأجهزة الأمنية في يقظة تامة ولن تتهاون في القيام بواجبها لحماية أمن المواطنين وحفظ السكينة العامة. التقى المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل بمكتبه بمدير الأشغال العامة والطرق بمديرية المكلا المهندس خالد بن صالح ورئيس حي الشافعي وأعضاء لجنة الحي الأستاذ مسعود فرج، وناقش اللقاء القضايا الخدمية الهامة في البناء العشوائي وعشوائية الاستخدامات للأرصفة المخصصة للمشاة
وتراكم القمامة بالحي وانتشار الكلاب الضالة وإصلاح إنارة الشوارع وتكدس مخلفات القمامة بالشوارع العامة. من جانبه أكد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل أن السلطة المحلية بالمديرية ستنظم حملات مشتركة مع مكتب الأشغال العامة والطرق في القريب العاجل. وبخصوص الكلاب الضالة قال أنه سيتم استئناف حملات المكافحة في حالة توفر السموم، مبديا استعداده بالتواصل مع الجهات المعنية بما يتعلق بالقمامة والإنارة. دشنت بمستشفى هيال يحيى لطب العيون بالمكلا العملية الجراحية لمخيم العيون المجاني الذي ينفذه المستشفى بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية ورجال الخير بحضرموت. وتجرى في المخيم الذي بدأ فعالياته في استقبال المرضى وفحصهم منذ 24 ديسمبر المنصرم 556 عملية جراحية للمياه البيضاء بجهاز الفاكو وعمليات جراحية للعيون على أيدي أطباء واستشاريين محليين وطبيب سوري. واستوعب المخيم 2000 حالة من مختلف مديريات حضرموت والمحافظات المجاورة، تم فحصها وتقديم لها النظارات والأدوية مجانا عبر النزولات لمديريات الشحر والريدة وقصيعر والديس الشرقية ومنطقة الحرشيات بالمكلا لاستهداف مدينة المكلا ومناطق أرياف المكلا والمهمشين والنازحين. ويتواصل إجراء العمليات حتى 8 يناير الحالي. وقام المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومعه مدير المستشفى حامد نصر الدين بالاطلاع على سير أعمال المخيم وإجراء العمليات الجراحية. وأشار الدكتور الجريري بجهود مستشفى هيال يحيى بالتخفيف عن المرضى وتنفيذ المخيمات المجانية في طب العيون، وكذا دور ومساهمة رجال الخير والمحسنين والشركات والمؤسسات في دعم ورعاية هذه المشاريع الخيرية. شرعت إذاعة المكلا الرسمية مع مطلع العام الجديد 2019 بتمديد ساعات بثها الإذاعي إلى 12 ساعة في اليوم من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء. وقالت مديرة إذاعة المكلا أفراح محمد جمعة بأن التمديد لساعات بث الإذاعة يأتي تمهيدا لتشغيلها على مدار الساعة في الفترة القريبة القادمة، مشيرة إلى أن ذلك يواكب نجاحات الإذاعة ويليق برسالتها الإعلامية وما تقدمه من ثراء معرفي وبما يرتقي بذائقة مستمعيها في الداخل الذين يتلقون بثها على موجة الFM وفي الخارج عبر تطبيق الإذاعة في السوق بلي. وأوضحت مديرة الإذاعة بأن الخارطة البرامجية الجديدة ستتضمن برامج استوديو المساء وصدى الأثير وأبعاد معرفية والمسرح أبو الفنون، إلى جانب عودة برنامجي تهاني وأفراح وبرنامج بريد المستمعين، معربة عن شكرها وامتنانها لمحافظ حضرموت على كل ما يقدمه من دعم متواصل لإذاعة المكلا بما يمكنها من استعادة موقعها وحضورها المؤثر في المشهد الإعلامي. يشارك الكابتن محمد علي بامعلم في تحكيم منافسات وفعاليات البطولة العربية 23 لاختراق الطاحية التي تستضيفها الأردن في 5 يناير الجاري في العاصمة الأردنية عمان، والتي ينظمها الاتحاد العربي لألعاب القوى. وأعرب المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي عن تقديره للدعم السخي الذي قدمه محافظ حضرموت لنجاح مشاركة الكابتن بامعلم، معبرا عن سعادته باختيار أحد كوادر حضرموت في تحكيم منافسات بطولة عربية الذي يشارك فيها منتخبنا اليمني لاختراق الطاحية. من جانبه قدم الكابتن بامعلم شكره وامتنانه لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي تكفل بدعم مشاركته في هذه البطولة في مجال التحكيم، مشيرا إلى الاهتمام المتواصل لقيادة المكتب بكوادر المحافظة والحرص على تأهيلهم وتسهيل مهام مشاركاتهم. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يفتتح عدد من المشاريع التربوية ويعتمد 30% زيادة لمرتبات المتعاقدين في حفل تكريم المتفوقين. اجتماع موسع بمن المكلا لتحسين الوضع الأمني ومكافحة التهريب. الهلال الأحمر الإماراتي مسيرة للعطاء والتنمية شملت كافة قطاعات حضرموت.
ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.